ماشي يا ايه ده؟ ليمون. بس انا ما طلبتش ليمون. وانا استناك اما تطلب. بس انا ما بحبش الليمون. وانا استناك اما تحبه. حبه، انا عارف مصلحتك. بص اشرب شاي بالليمون. طب يا سيدي شكرا. عايز ايه تاني؟ عايز اترقى. ايه ده، انا بقالي سنتين شغال في الاوتيل ده، عمال من مطعم ده للمطعم ده، هو مفيش جرسون غيري ولا ايه؟ طيب حاضر، هبقى اشوف الموضوع ده. في ايه يا ابني؟ مستنيك اما تشوف الموضوع ده. غور من وشي، غور من وشي العظيم. ايه ده؟ معقول اتعشيت؟ اتعشيت. طب اتعشى فين انا؟ ما انت لسه متغدى يا استاذ غلاب من شويه. صحيح. جايب لك فكره بمليون جنيه. اوعى تكون العروسه البخيله الجلده دي رجعت تاني. لا لا لا، عروسه تانيه قدام عينينا واحنا مش واخدين بالنا. مين؟ فريده ريسبشنست. دايبه في دباديبك ويا ناس. انا دبت في دباديبه. يا عم انت رايق، بس دي مش شبهي خالص. شبهك؟ يا سبحان الله، دي طلعت شبهك، عينها خضراء مش عرقها صغير. ايوه انت مش فاهم، اصل مش دي اللي ممكن اقضي معاها بقيه عمري. يا سيدي اتجوزها دلوقتي ويبقى طلقها بعد السنه المهله اللي شريتها جدك. طلعها كمان سنة؟ فريدة، أنت عارفة إن أنا أخدت شاعر الغردقة 3 سنين متتالية قصائد طويلة؟ الله، طب قولي أدهم. الشاعر بيقول: قلبي ليكي سويت فول بورد، ولو قلتي آه يبقى صبرت ونلت فطارك بوفيه حنية، غداكي حب بالمهلبية، عشاكي طبق شركسية. بس أنا بحبها قوي، وآه لو توافقي تبقي ليا. تحبي بقى تعملي تشيك ان؟ نعم. لا ده رساء في اخر الشعر. شعر حلو ولا لا ولا ايه؟ بص يا ادهم، هو بما انها اول مره ليك يعني فانا هعديها لك، بس حسك عينك تقول شعري تاني في حياتك. ده نصيحه يعني بيني وبينك كاخت. اخت؟ ماشي حاضر. ادهم، بعد كده لو سمحت ما تبعتليش مع حد اشيل له شنط غير لما تتاكد انه هيدفع تيبس. لا حاضر عينيا يا فندم، حاضر. تحب كمان امضيها اتعاهد؟ انت ايه بتقول اي كلام؟ ايه يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ ده انا لو شايل شنط في محطه مصر مش هيحصل فيا كده. بطل دلع وتعالى معايا نشيك على الشنط اللي في المخزن. يلا. على فكره مستر فارس كان بيسال عليكي. علي انا؟ ايوه، قلت له في الريسبشن، قال لي جاي لها دلوقتي. طيب انا هدخل اشيك على الايميلات اللي جوه. انت مش كنت رايحه تشيكي على الشنط؟ انت مالك انت يا اخي؟ نسيت. هو اللي بيكلمك مال انا؟ الله، شفت عملت ايه لما قلت لها مستر فارس بيسال عليكي؟ ممكن تسكت خالص عشان انت بتقول لها مستر فارس كل شويه وهي تقعد تتجنن وتعمل ايه؟ داخله شيء كده بتاع مبسوط حضرتك؟ على فكره في بنات غيرها كتير في الفندق. وعلى فكره انا قلت لها الشعر اللي انت كتبته لي. ايه رايك؟ ظبطتك. ده انت ظبطتني تظبيط. ظبطت انا كمان. عينيا، بص يا سعيد، 3 ثواني لو لقيتك قصادي يا رب يا رب خليها تحبني. حلو وزي القمر اهو. مال ماله، ما بيفكرش فيا ليه؟ فريده. ايوه. انا جيت في وقت مناسب يعني. طب بصي، انا عايزك تقعدي عشان عايزك في موضوع لوحدنا. حاضر. ايه بقينا لوحدنا اهو فريده. انا انت ايه؟ أنا كنت عايز أسألك، هو فعلاً الأوتيل مديون؟ ها؟ البنك فض شراكته معانا بقاله كام شهر أصلاً، وإحنا من ساعتها بنسدد في حصته. يبقى كده بقى لازم أتجوز قبل شهرين فعلاً؟ طبعاً. بس إزاي هلاقي عروسة بالسرعة دي؟ يعني لو أنت هوافق فوراً. حتى لو كنت لسه ما تعرفنيش كويس؟ عرفتك والله، قصدي يعني العروسة هي اللي هتكون عرفتك. طب حتى لو عرفت ان انا عايز اتجوزها عشان فلوس جدي؟ لو بتحبك بجد عمرها ما هتبص لي الاسباب دي. طب لو انت مثلا يعني مثلا تتجوزيني؟ انا بقول مثلا يعني. هوافق والله العظيم، هوافق على طول. بس في مشكلة يعني. انا انت ايه؟ احلف ان انت مش هتطلع السر ده بره خالص. وحياه سيد المرسب والعباس ما هقول لحد. انت مش هتعرف تتجوزني قبل 3 شهور. 3 شهور؟ ليه؟ انا في العده.
عدة؟ تصوتك وانا مش لسه بقول لك بيني وبينك حدش يعرف غير انا وانت. حدش يعرف ان انت متطلقه ولا حتى متجوزه؟ ازاي يعني؟ هقول لك، انا جيت هنا من حوالي 6 شهور وكتبت عليهم وقلت لهم ان انا مش متجوزه. جدك اللي حطت الشرط ده اصلا في الوظيفه وقال اللي تيجي لازم تبقى انسه. وجدي ازاي يحط شرط زي ده؟ والله شوف بقى، هو جدك ولا جدي؟ طب اتطلقتي امتى وليه؟ من حوالي اسبوع كده لما جوزي عرف ان انا بنزل الشغل بقالي 6 شهور من وراه. حتى دي كدبتي فيها؟ ما سايبني لوحدي على طول في البيت، عايش في سنغافوره وبيشتغل هناك. يعني مفيش حد في الاوتيل يعرف انك متجوزه؟ لا محدش، وانت قلت ان انت مش هتقول لحد ومش هتطلع السر ده بره، صح؟ ايوه ايوه ايوه. ده يا رب العروسه الوحيده اللي سهل ان انا اتجوزها تطلع في العده. بتقول حاجه؟ لا لا لا، كنت بكلم جدي. الله يرحمه. الله يرحمه. ايه يا عم؟ شايل طاجن سنتك ليه؟ مفيش. انت مش اتكلمت مع فريدة؟ اتكلمت. اكدت انها بتحبك؟ جدا. اوبا، كده اجيب المأذون ونكتب كاتب الكتاب حالا. استنى بس. ايه؟ اصل انا بصراحة مش هقدر اتجوزها. بس انا عرفت. طلعت اختك في رضاعة. يا عم اختي في رضاعة ايه؟ امال ايه؟ بصراحة بقى مش نازلة لي من زور، ما تشوف لنا عروسة تانية. محمد شايفنا بنخبط في عرايس يعني. انا عايزك تنزل الصبح بس تدور وتسعى كده واكيد ربنا هيرزقنا. لا 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 لا، ده مش شكل واحد صاحب اوتيل، ده بياع غزل بنات في السيده زينب. صدقني مالها فريده يا عم؟ تفهمني بصراحه. مطيوره. طيوره؟ لا لا، الموضوع في ايهنا احلق شنبي. الموضوع في ايهنا، ما تقول لي يا عم جيب من الاخر. يا اهلا وسهلا، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، الاوتيل كله نور يا فندم. عندكم غرف فاضيه؟ هو احنا عندنا غيرها؟ اتفضلي اتفضلي، هتتبسطي جدا عندنا هنا في الاوتيل. احنا النهارده في عيد يا فندم، في عيد والله. كل سنه وحضرتك طيبه، منوره يا فندم الاوتيل. اتفضلي اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. حضرتك اول مره معانا في فندق؟ واخر مره فندم. لا ما تشيلش في بالك. اسمح لك يا مدام؟ أنسة. سوري يا فندم، اسمح لك يا أنسة؟ رئيسة. تمام. رئيس عبد تواب. تمام. عبد صبور عبد صمد. تمام. عبد حميد عبد مجيد. لا ربنا يخليهم لك، كفاية يا فندم خلاص. لا اكتب عبد مجيد بيزعل. هكتب يا فندم عبد مجيد، يبقى رئيسة عبد مجيد عشان ما يزعلش، صح كده؟ لا يا فندم. رأي لا أنا مش عارف أزبلها، هي الهمزة فوق ولا تحت؟ ممكن نكتب اسم دلع؟ جلع؟ واه ده كده هلع. أنا هتصرف، منورانا الست الكل، أنا هتصرف. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في حاجة يا أستاذ؟ لا خالص، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا فندم منورانا، وتفضلي حضرتك، ده كارت الغرفة مع تحيات فخر الغردقة. مين فخر ده؟ ده يا فندم سائح نرويجي انبسط مني جدا، فدخل على صفحة الفيسبوك كتب أدهم ده فخر الغردقة، فحطوني في الريسبشن. فحضرتك لو انبسطت مني استأذنك بس خشي اكتبي أدهم فتى الغردقة المدلل. يا فندم ممكن أترقى في حتة تانية خالص، حضرتك هنا في الفيسبوك وتريب أدفايزر. لا اله الا الله، ربنا يشفيك اكتر من كده وربك بيزيح. زيح؟ هو حضرتك معاكي الشنطه؟ لا مش مشكله، احلى حاجه هنا عندنا في الاوتيل ان البقشيش انت وزمتك. في حاجه يا استاذ؟ لا لا لا، تنورت يا فندم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ هي الغرفه اللي عطوهاني دي قريبه من الحاجات العفشه اللي بتحصل في الفندق؟ حاجات عفشه؟ احنا ما عندناش حاجات عفشه يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا ورا حضرتك الاوضه. اتفضلي يا فندم اتفضلي. منورنا يا فندم، منورانا، منورانا يا ست الكل. انا بقول ايه لمين برضه؟ فيسبوك ايه اللي تخش عليه؟ يا متر يا متر يا متر، ما يصحش يا متر، عيب، انت الست كنت هتاكلها بعينيك، الله احنا ما بنصدق الاقي زبون. بقول لك يا ادهم. نعم يا فندم. هي اسمها ايه؟ اسمها الرئيسة. رئيسة؟ مش بطال. مدام ولا انسة؟ انسة. هايل.
جايه لوحديها ولا معاها حد هيقرفنا؟ لوحدها. فهمتك يا لبس، فهمتك. هتهزر ليه يا ادهم؟ لا انت راجل محترم. حاضر يا فندم. سوري يا فندم. هتهزر ليه؟ بعتذر يا فندم، بعتذر. انا هروح ابلغ فارس حالا، هقول له دلوقتي. تمام يا فندم. يا رب يا رب بقى عقدة مستر فارس تتحل، عشان انا وعدتي بعديه تتحل على طول. يا رب. عقدة مين اللي تتحل؟ لا ده 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 واحد زميلي، صاحبي، صاحبي بيحب واحدة زميلته حلوة قوي، بس هي غبية خالص ومش حاسة بيه. يا رب تحس بيه. ما علينا. الست اللي كانت موجودة هنا اسمها ايه؟ برضه رئيسة. مدام ولا أنسة؟ مدام، مدام، مدام. لوحدها ولا معاها حد؟ لا معاها جوزها، معاها جوزها جدا. فين؟ راح الداون تاون بيجيب باكو شاي. ده من قلة الشاي عندنا. لا ما هو بيحبه مستورد، عم جيت تي، هو بيشرب عم جيت تي. كويس. بس برضه احنا لازم نخلي راسنا في وسط عينينا. هو انت الأمثلة دي عارفاها ولا حد بيحكي لك عليها؟ عشان بس ما حدش يتريق عليك يعني. ليه؟ لا أصل هي بتتقال عينينا في وسط راسنا. بجد؟ مالكش دعوة. المهم نخلي بالنا وخلاص. يا رب يا رب تخلي بالك بقى.